إلى العراق الآن، حيث أزمة الكهرباء لا تزال مصدر قلق أساسي للعراقيين. وفي التطورات الأخيرة، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية فقدان أكثر من 5000 ميجاوات بسبب انخفاض توريد الغاز الإيراني بشكل كبير. يأتي ذلك وسط توترات داخلية وانقسام بشأن طبيعة التعاطي مع إيران. فكيف ينعكس انخفاض إنتاج الكهرباء على الداخل العراقي؟ معنا الآن من بغداد رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد المهندس مشتاق الشمري. مهندس الشمري، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. بداية، ما هي الأسباب التي يعني قدمتها إيران لخفض هذه الإمدادات من الغاز بهذا الشكل الكبير؟ نتحدث عن تقريبا يعني من 49 مليون إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا. ما أسباب هذا الخفض برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم على هذه الاستضافة. طبعا هذه المشكلة يعني متكررة أكثر من مرة، هي ليست جديدة، وهذا هو من مساوئ الاعتماد على الغاز الإيراني وعلى يعني الاعتماد على الغير في حل مشكلة الكهرباء في العراق. كما ذكرت في قناتكم الكريمة في أكثر من مرة، أن هذه المشاكل تتكرر لأن إيران هي أصلا دولة غير مستقرة. مثل ما تعلم جنابك، اليوم العقوبات الأمريكية كبيرة، الوضع الاقتصادي متدهور، مشاكل السياسية وتدخلها في بلدان أخرى، هذا كله أدى إلى أن لا يوجد هناك وضع اقتصادي مستقر. لذلك إمدادات الغاز وأحيانا كانت أيضا إمدادات الكهرباء التي تأتينا تكون فيها مشاكل ويكون فيها تدهور ويكون فيها تراجع، وهذا ليس بجديد طبعا وسيستمر. لذلك يجب أن يكون لحكومتنا أن يكون لديها حل في الاعتماد على الغاز. طيب، هذه مسألة مهمة، يجب على الحكومة الاعتماد على نفسها، ولكن يعني أنا أود أن أعرف لماذا خفضت إيران إمدادات الغاز. هناك إعفاءات أمريكية تمنح للعراق بين كل فترة وأخرى تسمح له باستيراد الطاقة من إيران التي طبعا كما نعلم مفروضة عليها عقوبات. أود أن أعرف منك الأسباب التي قدمتها إيران لهذا الخفض في الغاز. نعم، طبعا هي سببين دائما تذكرها إيران في أغلب الجلسات التي تخص أمور الكهرباء. أولا عدم وصول الأموال من الجانب العراقي إلى إيران، تراكم الديون، والنقطة الثانية تتحجج بمسائل فنية، وهما كلاهما يعني موجود في هذه الحالة. الأموال لا تذهب، يعني أموال كبيرة صراحة، وحتى الغاز أحيانا يعني يكون مأخوذه من مناطق بعيدة مقارنة بحقول الغاز الموجودة لدينا في العراق. بعض الحقول تبعد عن بعض محطات الكهرباء كيلومترات معدودة، لكن نحن نستورد من مسافات طويلة الغاز الإيراني. هذا من جانب، الجانب المالي. والجانب الثاني هو الجانب الفني، حيث هناك تحصل بعض المشاكل الفنية تؤدي إلى انخفاض الغاز أو عدم وصوله، وهذان هما الجانبان التي يذكرهما يعني المسؤولين الفنيين في إيران حول نقص إمدادات الغاز. ولربما توجد مسائل أخرى متداخلة أو مبطنة لا تفصح عنها الإدارات الفنية حول هذا التردي في إمداد الغاز بين فترة وأخرى. طيب، على كل حال وزارة الكهرباء العراقية تقول حول هذا الموضوع، أجرينا اتصالات مع وزارة الطاقة الإيرانية والسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أو لمعرفة أسباب انخفاض توريد الغاز الإيراني. واضح أن وزارة الكهرباء أيضا لديها بعض التساؤلات حول هذا الموضوع. دعني أعود إلى مسألة ضرورة اعتماد العراق على قدراته الذاتية في هذا المجال. يعني العراق كما هو معروف ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وبالتالي يعني لماذا حتى الآن لا زال هناك عجز ونقص وتقصير ربما في هذه المسألة برأيك؟ نعم، طبعا بالمناسبة حل مشكلة الكهرباء في العراق مشكلة بسيطة جدا، وأنا دائما أذكرها وأقول أنها هي بهذه البساطة، وعندما يسمعني بعض الأشخاص يعني يتفاجأ. بالحقيقة لم يعني تحدث في وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولحد اليوم لم تحصل حلول حقيقية، بل لم تكلف الوزارة نفسها بأن تكون هناك حلول حقيقية. كل الحلول كانت تعتمد على إما استيراد طاقة إيرانية واستيراد غاز إيراني وإنشاء بعض المحطات الغازية. ولكن اليوم إذا حصل توجه نحو شركات رصينة عالمية محترمة مثل شركة جنرال إلكتريك أو شركة سيمنز أو بهذا المستوى، فسيكون هناك حل لمشاكل الكهرباء خلال لربما أيام معدودة أو سنوات معدودة في أسوأ الحالات، كما حدث في مصر ونقلتها قنواتكم
بشكل كبير عندما تعاقدت مع سيمنز وقامت بحل مشكلة الكهرباء التي حصلت. وأيضا هناك دعم مقدم من دول الخليج العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية بأن تساهم بإعطاء كميات من الكهرباء بأسعار منخفضة جدا من أجل يعني دعم العراق وإعطاء فرصة لالتقاط أنفاسه في يعني إيجاد حلول لهذه المشكلة. ونحن في العراق كما تعلم لدينا 4 أشهر حارة جدا، هي الأحر في دول العالم، والشهر السادس والسابع والثامن والتاسع. طالبنا وزارة الكهرباء مرارا وتكرارا في أيام لجنتنا لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة بأن تعطينا ولو حلول ترقيعية ولو حلول جزئية طوارئ خلال هذه 4 أشهر، ولكن للأسف لم نحصل على أذان صاغية. طيب. لذا يجب على رئاسة الحكومة أن تتدخل شخصيا وتذهب إلى الشركات المعتبرة عالميا والتي ستحل. ما هو المشكلة أستاذ مشتاق أنه يعني سمعنا من عدد من الحكومات المتعاقبة في هذا المجال أنه توجهنا نحو جي إي وسيمنز وغيرها من الشركات، ولكن لم نلمس شيء عملي. هل هذا يعود لعدم توفر الإرادة السياسية؟ هل الموضوع مسيس في المقام الأول؟ نعم، هو في الحقيقة كان هناك توجه كما قالوا صحيح، ولكن التوجه في أمور محدودة جدا، يعني مشاريع بسيطة جدا. أنا أتكلم عن مسألة يعني تبني هذه الشركات في هذه المنظومة في مجال الاستثمار أو في مجالات يعني أخرى، كما حدث في الثمانينيات في العراق وكما حدث في التسعينيات في الثورة العمرانية التي حدثت في دول الخليج وفي الإمارات بشكل خاص. يجب أن يكون تبني لهذه الشركات، أما التوجه لها في مشاريع محدودة هنا وهناك ومشاريع بسيطة، وهذا بالتأكيد يساهم في تحسين الطاقة ولكن ليس كما نريد. ولذلك نحن نرى أن الطاقة لم تتحسن ولو بشكل 50% في العراق مقارنة بالدول المحيطة. شكرا جزيلا لك المهندس مشتاق الشمري، رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، كان معنا مباشرة من العاصمة العراقية.